مداخلة السيد محمد محمود الطلبي من يبيع ضميره باع وطنه. في يوم ما زار الجنرال جايب أحد قواد الثوار الفيتناميين عاصمة عربية توجد فيها فصائل فلسطينية ثورية في السبعينات من القرن الماضي. فلما شاهد حياة البذخ والرفاهية التي يعيشها قادة تلك الفصائل والسيارات الألمانية الفارهة والسيجار الكوبي والبدل الإيطالية الفاخرة والعطور الفرنسية الباهظة الثمن، فلما شاهد حياة البذخ والرفاهية التي يعيشها قادة تلك الفصائل والسيارات الألمانية الفارهة والسيجار الكوبي والبدل الإيطالية الفاخرة والعطور الفرنسية باهظة الثمن، وقارنها بحياته مع ثوار الفيت كونغ في الغابات الفيتنامية، قال لتلك القيادة مباشرة بدون مواربة: لن تنتصر ثورتكم. فلما سألوه لماذا، فأجابهم: لأن الثورة والثروة لا يلتقيان. واسمعي يا جارة، الثورة التي لا يقودها الوعي تتحول إلى إرهاب، والثورة التي يغدق عليها المال يتحول قاعدتها إلى لصوص. إذا رأيت أحدا يدعي الثورة ويسكن بقصر في نواكشوط أو فيلا في لاس بالماس ويأكل أشهر الأطباق في الجزائر العاصمة ويعيش في رفاهية وترف في جنيف وبروكسل وباريس، وبقية الشعب يسكن في مخيمات الحمادة وضواحي تندوف ويتلقى المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، وجلها يباع في أسواق الميناء وسوق سوكو جيم في نواكشوط، فاعلم أن القيادة لا ترغب في تغيير الواقع، فكيف تنتصر ثورة قيادتها لا تريدها أن تنتصر؟ أمل الشعب الصحراوي العظيم الآن ليس في قيادة البوليساريو التي يقودها الوعي والوطنية، التي لا يقودها الوعي والوطنية، بل في هذا الحراك الصحراوي الذي سيجتمع يومي 22-23 في لاس بالماس بقيادة ثوار حقيقيين قاتلوا وناضلوا تحت أشعة الشمس المحرقة وفي أعماق الصحاري الوعرة، حاملين أرواحهم بين أيديهم من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير. حركة الصحراويون من أجل السلام هي الأمل والضمان الحقيقي الصادق والممثل الشرعي للشعب الصحراوي العظيم. ستكون حتما مخرجات هذا اللقاء المبارك في مصلحة الصحراويين جميعا ودول الجوار، وبداية حقيقية لإيجاد حل توافقي لقضية الصحراوية التي دامت أكثر من 4 عقود واستشهد فيها الألاف من خيرة الشباب الصحراويين والألاف المعوزين والمفقودين من جميع الأطراف المعنيين بهذه الحرب القذرة المفروضة على الشعب الصحراوي. ننتظر بعد هذا اللقاء مواقف وقرارات حكيمة ومصيرية. نشكر ونثمن عاليا العمل الجبار الذي يقوم به المناضل والدبلوماسي المحنك والمثقف الكبير الحاج أحمد بارك الله ورفاقه الأفاضل الثوار الحقيقيين الصادقين المخلصين للشعب الصحراوي وشيوخ قبائلهم ووجهائهم قبائل أهل الصحراء الكرام. مواطن صحراوي موريتاني المهندس محمد محمود الطلبي. شكرا للمهندس محمد محمود وللطلبة زعيم حزب الجبهة الشعبية الموريتاني. الآن مع كلمة مقروءة لسعادة السفير الأمريكي السابق سيد إدوارد جابرييل رئيس المجلس الأمريكي للسلام، تقرأها الأستاذة ميمونة الدليمي، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بعد سابق الرسالة قاع مرحبا بكم أهل الصحراء كاملين عند أهل الصحراء، مرحبا بكم في ذا الملقى، وشكرا لحركة صحراويين من أجل السلام على ذي البادرة وعلى ذي المبادرة اللي ما قط زعم عليها حد ولا قط عدل أحد ولا قط جاء أحد. مرحبا بكم أهل الصحراء كاملين، يسوى توجهاتكم شنهي ويسوى ميولكم السياسية شنهي ويسوى أراءكم في السياسة ولا في مشكل الصحراء هي شنهي. مرحبا بكم كاملين، زين عندنا تتخواوا كاملين
زين عندنا يسوى ما مشيتوا على درب واحد، ما معناه على انكم تتضايقوا ولا تتزامقوا ولا تقولوا شي خاسر به اللي ما مخليه لكم ابوه في الدبش. انتم تربيتكم زينة ابن عن جد، ما فيكم شي خاسر ولا يخليكم التعصب مع بعض المشاكل اللي تخسروا بعضكم. علم اللي تشي ما هو مهم، الحياة تستمر. مرحبا وسهلا بالحضور الكريم، مرحبا بالشيوخ، بضيوفنا الكرام، مرحبا بكم كاملين. وراجي من عند الله على أنها تعود بداية خير إن شاء الله، وتعود بداية حتى إلى ما عاد حل لله ذا الخلق بعد قاع، كله يعطي للثاني العافية وكله يبرد على الثاني من ذا من شين اللسنة وذا من شين الرسائل وذا الحقيقة شيء يوجع القلب ولاه زين. وشكرا للسلطات الكنارية على استضافتنا، وشكرا على الضيوف الكبار اللي جاونا كاملين. والسلام عليكم ورحمة الله. رسالة ما فات جاتني. محمد والله إلا نختيرها قعصرتك عندي القرائرك قرائر ما عندي لها شي، لا تليت ندمك يا قرخ أهلي هذا وما هي جادة علي. هذه رسالة من هذا السيد اللي سماه هذا الامباخادور، هذا إدواردو ميغيل جابرييل، مرسولة للأستاذ الكبير طبعا محمد أحمد سالم، راسلها له هذا السيد احتراما ومحبة وعلاقات زينة مع هذه الناس الكبار. هذه الحقيقة واصلين لها تبارك الله، ما شاء الله رجالتنا في الحركة تبارك الله. استماض محمد قال له استيمادو محمد يا ميغوس مي غوستاريا ديسيرلس اونا كونفرنسيا موي اكسيتوسا ان لاس ايسلاس كانارياس اوخالا اوبيرا بوديدو استار كونتيغو بيرو ديسافورتونادامنتي اوتروس ديبيريس مي امبيدن استار بريسنتي ان بيرسونا. هذا الاعتذار له هو توفى عنا على انه ما قد يحضر معنا في لا كونفرنسيا. Como ha observado en varias declaraciones públicas cuando fui embajador de Estados Unidos en el Reino de Marruecos de 1997 al 2001, Estados Unidos declaró un apoyo a una resolución pacífica del problema del Sahara Occidental bajo los auspicios de la ONU y apoyó una forma de autonomía internacionalmente aceptada bajo la soberanía marroquí. Y como se informó, un intercambio de notas entre Estados Unidos y Marruecos concretó esta posición política estadounidense en 1999. En 2007, Marruecos propuso una iniciativa de autonomía, soberanía, que fue declarada por la ONU como seria, creíble y realista. Es muy importante hoy, cuando el mundo está amenazado por un autoritarismo cada vez mayor en todo el mundo, que Estados Unidos se una a sus aliados para preservar la democracia y la estabilidad en el mundo. Marruecos sigue comprometido con una relación estrecha y estratégica con los Estados Unidos basada en intereses y valores mutuos. Por lo tanto, es importante que los Estados Unidos apoyen a Marruecos, siendo claros en una política con respecto al Sahara y lideren al Consejo de Seguridad de la ONU en una solución para el Sahara Occidental basada en una fórmula internacionalmente aceptable para una autonomía soberanía. Mis mejores deseos para usted y todos los asistentes para una conferencia significativa y exitosa. Sinceramente, gracias. هذه الرسالة
واعره وبعدني ما حفظت محمد. ايوه مرحبا بكم كاملين. وتم وجو تم وجمع وتم وجو. شكرا لسعادة السفير الأمريكي، شكرا مولي للأستاذة ميمونة الدليمي على القراءة. الآن محاضرة للدكتورة شايعة بيروك بعنوان المجتمع المدني والنزاع، وهي دكتورة في العلوم السياسية وكاتبة، فتفضل مشكورة. بعد المحاضرة مباشرة سنفتح مجال النقاش برفع الأيادي ونسجل اللي داير كامل يناقش والله يثري هاي المحاضرة، ونعود ونشوف الطريقة اللي نقدو نعطوه بها الكلام باش من أجل الفائدة للجميع. شكرا لكم. تفضل الدكتورة الشايعة بيروك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كاملين، يجمع شملنا بشملكم ويلقينوا ليكم على ما يحبه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. أصحاب المعالي وأصحاب السعادة، سيداتي سادتي، يسعدني بادئ ذي بدء أن أتقدم بالشكر الجزيل وتسجيل إعجابي بفكرة صحراويين من أجل السلام، والتي دخلت التاريخ يوم 22 أبريل 2020 بعد ميلاد عسير وفي ظرف عالمي استثنائي بسبب جائحة كورونا، والتي طالت تداعياتها ساكنة الكرة الأرضية بدون استثناء. الشيء الذي لم يثني 100 شخصية صحراوية من مختلف المشارب والتخصصات السياسية والحقوقية عن توقيع بيان هذه الحركة وإعلان ميلادها ليرتفع صوتها معبراً عن أصوات جميع الصحراويين الذين آمنوا بمبادئها والمتمثلة في السلام الرامي إلى إنهاء الصراع المفتعل وانخراط الكل في البحث عن حل ممكن ومنطقي قابل للتطبيق على أرض الواقع. الوفاق المبني على إشراك الجميع بعيداً عن مصادرة الآراء وفرض القرارات. العدالة التي تضمن لكل ذي حق حقه اعتماداً على مبدأ تكافؤ الفرص واحترام الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية. أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، يسعدني أن أثمن عالياً وأشيد بفكرة تنظيم هذا الملقى الذي يعتبر سابقة من نوعها، تتيح الفرصة لجميع الصحراويين للتواصل والنقاش المباشر وتبادل الآراء وطرح المشاكل والبحث عن الحلول بصيغة ديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء وإشراك الجميع، والذي لا شك سيكون بادرة خير وبداية لعهد جديد يؤرخ للقطيعة مع التهرب من الحوار الصريح وسياسة التعنت وفرض الرأي الواحد. سيداتي سادتي، بما أن الجميع يعرف جيداً تعريف المجتمع المدني المتفق عليه عالمياً، كون الرغبة في إنشاء هيئاته تأتي من شعور الأفراد بانتمائهم للمجتمع الذي يعيشون فيه لأنهم معنيين بما يحدث فيه سلباً أو إيجاباً، ووعيهم بما لهم من مسؤولية تجاهه وبأهمية الانخراط في قضاياه بالاشتراك مع الآخرين وما يقتضيه ذلك من تطوع وتضامن وتعاضد وتعاون من أجل الصالح العام، ثم الإحساس بلذة
أن تحقيق النتائج وجني الثمار التي تعود بالنفع على المجتمع ككل وعلى أفراده من خلال العمل المشترك. فمن هذا المنبر وباسم هذه التمثيلية من منظمات وجمعيات المجتمع المدني في إقليم الصحراء نناشد الضمير العالمي والقوى العاملة على تحقيق الأمن والسلام للتدخل لوقف نزيف معاناة هذا الصراع المفتعل منذ ما يزيد على 48 سنة، والذي ذهب ضحيته جل أهالينا في مخيمات تندوف وفي الشتات في دول المهجر. هذه المأساة التي بدأت باستدراجهم وإخراجهم من أراضيهم والرمي بهم في جحيم الغربة حيث تنعدم أبسط شروط العيش الكريم في عزلة تامة عن العالم، معرضين لشتى أنواع العذاب النفسي والجسدي، وصلت إلى حد الاعتقالات بالجملة والاختفاءات القسرية والتعذيب داخل المعتقلات بطرق وحشية، وتهجير الأطفال وتجنيدهم في عمر الزهور وطمس هويتهم، وحرمان النساء من أبسط حقوقهن. سيداتي سادتي، إذا كانت مصادر التمثيلية معروفة لدى الجميع بدءا من التمثيلية التقليدية عبر الجمعية الصحراوية التي أقرت محكمة العدل الدولية ثبات روابط بيعة تربطهم بالملوك العلويين خلال تواجد الإسبان في المنطقة، ووصولا إلى إحصاء 1974 الذي تضمنته تقارير الأمم المتحدة والذي أدى إلى شرعية عملية تحديد الهوية التي أفرزت مؤسسة الشيوخ كسلطة شرعية تقليدية تمارس دورها لتحقيق التعايش السلمي بالمجتمع. هنا أريد أن أتطرق إلى موضوع على جانب كبير من الأهمية يطرح عدة تساؤلات داخل وخارج الإقليم بخصوص معايير شرعية التمثيل والتي صودرت فيها الحقوق خلال هذه المدة الطويلة بادعاء مجموعة معينة بأنها الممثل الوحيد والشرعي للصحراويين. الشيء الذي يحيلنا على طرح مجموعة من الأسئلة والمطالبة بالرد عليها ردوداً مقنعة معتمدة على أدلة واضحة، ولعل أهم هذه الأسئلة هو السؤال الذي أريد أن أوجهه لحركة البوليزاريو، وهو كالآتي: من أين أتيتم بشرعية تمثيل الصحراويين؟ علامة استفهام. وكيف تزعمون أنكم الممثل الوحيد والشرعي للصحراويين؟ علامة استفهام، ثلاث علامات تعجب. سيداتي سادتي، في انتظار الرد على سؤالنا الذي لن يتوصل الطرف المعني إلى الجواب إليه لافتقاره للشرعية، نؤكد تبرؤنا التام من ادعاءاته المزيفة ونطالب برجوع الأمور إلى نصابها باعتماد التمثيلية المعترف بها من لدن الأمم المتحدة ممثلة في السلطة الشرعية التقليدية للشيوخ، زيادة على تطور التمثيلية الموازية من جمعيات المجتمع المدني التي أصبحت تفرض نفسها بقوة كونها شريكاً حاضراً وأداة لقياس نبض المجتمع بدقة وترجمته إلى بيانات وتصريحات فورية لمعالجة جميع الظواهر الاجتماعية سياسياً واقتصادياً وحقوقياً، مما يؤهلها لتكون الصوت المعبر لجل الصحراويين لفتح نقاش جاد وبناء لمختلف فئات المجتمع. الشيء الذي يجب أن يطرح بقوة من داخل مجلس الأمن لمعرفة من له الحق في التمثيلية بعيداً عن فرض القرارات. وفي الختام يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الضيوف الكرام وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا الملقى المبارك بإذن الله وتوفيقه،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للدكتورة الشايعة بيروك على الكلمة القيمة. والآن إن شاء الله نفتح مجال النقاش هناك نقاش هون في القاعة اللي إن شاء الله بعد شوي اللي له عنده رأي يقولوا يسوي شنو. مهم هذا من هون ضريك بالدادلين قال له ملقاه للصحراء ومعنيين به الصحراويين، والموجود هون لا الصحراويين بدون شك، واللي عنده أي رأي باغي يعبر عنه منتهى الديمقراطية ومنتهى الصراحة يرشق يده ويقولوا بحالة مضبوطة، والناس اللي تصنت واللي تعطيه الوقت. هناك مداخلات عبر الفيديو اللي هم اللي نوخذوها، وفي نفس الوقت هناك مجموعة من مناضلي وأطر حركة صحراوي مجلس السلام في مدينة العيون يتابعونا عبر البث المباشر. الآن مداخلة عبر الفيديو للسيد عبد الله براي عضو اللجنة السياسية لحركة صحراوي مجلس السلام يتكلم من مدينة الداخلة مدينة العيون عبر الفيديو. من بعدها إن شاء الله نفتح ونسجل الناس للدورة تناقش. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكافة الحضور المشاركين في هذه الحوار الصحراوي. لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية مقولة اشتهرت في العقد الأخير، وهي تطبيق علينا اليوم من أجل تنظيم هذا الحوار الصحراوي ولقاء لجميع أهل الصحراء بخصوص خلق نقاش عام للوقوف أمام مشكل تأثير ملف الصحراء والأسباب التي تسببت في ذلك، وكوننا نتواجد اليوم في الساقية الحمراء ووادي ذهب ونسجل من خلال هذه الأقاليم حضورنا في هذه الملتقى المهم، فإننا نطالب بصفتنا أبناء الساقية الحمراء ووادي ذهب وأعضاء بحركة الصحراويين من أجل السلام بالتأجيل في مسألة إيجاد حل سلمي ونهائي مقابل التطبيق. وانطلاقا من هذا المبدأ فإننا ملزمون بالتحرك الخلافات الجانبية والخروج بفكر إيجابي نتيجة بناء حوار بناء نحو ابتكار مخرج لهذه الأزمة وتحقيق غاية الصحراويين في العيش الكريم وعدم الوقوف في نفس الأخطاء التي راح ضحيتها أبناء الساقية الحمراء ووادي ذهب. والسلام. شكرا للسيد عبد الله البراي عضو اللجنة السياسية لحركة صحراوي مجلس السلام على هذه الكلمة القيمة من مدينة العيون عبر الفيديو. والآن مع كلمة السيد المحجوب للسالك زعيم خط الشهيد فليتفضل مشكورا.
عبر الفيديو طبعا. الظاهر على انه غير جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. احييكم في مجتمعكم هذا وفي جمعيتكم هذا وفي ندوتكم هذا، فهي ندوة يعلق لها الصحراويون مكان كثيرة من الآمال والتطلعات، لأنها عبارة عن حوار صحراوي صحراوي، هذا الذي منعته قيادة البوليزارو خلال 30 سنة ونحن نطالبها بعد الحوار، وهي ترفض الحوار، وليأكد على أنكم على الطريق الصحيح، على الطريق المستقيم، على أنكم تمثلون أهل الصحراء. هو هذه الدعاية الرهيبة اللي شنتها قيادة البوليزاريو ومراها المخابرات الجزائرية عبر وسائل الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قيادة البوليزاريو وذبابها الإلكتروني وبيادقها، من دعاية فيها الكلام الخاسر والفاسد، ويعني أصيبوا بالهستيريا، أصيبوا بالجنون، وهذا ما يؤكد على أنكم على الطريق المستقيم. لهذا باسم خط الشهيد، والذي كنا نريد أن نشارك معكم ولكن ظروف القاهرة منعتنا من ذلك، نحييكم ونشد على أيديكم ونقول لكم أن خط الشهيد بإطاراته وقيادته وكل أفراده معكم في السراء والضراء من أجل إيجاد حل ينهي هذا النزاع الذي طال أكثر من اللازم، من أجل إيجاد حل ينقذ أهالينا، نساءنا وأطفالنا وكهولنا الذين عانوا تحت الخيام 50 سنة تحت قيادة تتاجر بمعاناتهم. فعليكم أنتم كممثلي الشعب الصحراوي أن تبحثوا عن هيئة أو جمعية أو مؤسسة من خلالها تتابعون البحث عن إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أكثر من اللازم، عبر المفاوضات مع المغرب وعبر المفاوضات مع الأمم المتحدة وعبر المفاوضات مع الممثل الخاص دمستورة وغيرهم، لننهي هذا النزاع الذي طال أكثر من اللازم، وتوجد قيادة في الرابغون تتاجر بمعاناة أهلنا ونسائنا ولا تريد الحل نهائيا. لهذا هي تقف ضد الحوار، تقف ضد المراجعة، تقف ضد التصحيح. إذا فأنتم عنوان التصحيح، عنوان التغيير، الشعب الصحراوي يعلق عليكم آمالا كبيرة، فلا تخيبوا آماله وكونوا في المستوى، ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد المحجوب سالك زعيم خط الشهيد على هذه الكلمة القيمة. الآن نطلب من الأخوة المنظمين، نطلب بعد من الأخوة المشاركين اللي باغي دليبراي يرفع عيده، والأخوة المنظمين لا يسجلوهم، ونعود ونشوف الطريقة نقدر نقسم عليهم بها الوقت. لا يؤخذ عليكم، لا يؤخذ عليكم. والله خلينا نعطون بالإشارة.